اسمي جوري تركي وإدارة تعليم الرياض. أشعر بفخر واعتزاز أني أقدر أمثل وطني، ويعني بإذن الله أبغى أحقق أشياء أكبر، وإن شاء الله أحقق جوائز عشان أمثل وطني بصورة أحسن وأكبر بإذن الله. بدل ما أركز بس في هذا الشيء أوسع المجال حقي وأحقق أشياء أكبر وأوصل المعلومة هذه الجديدة إلى ناس أكبر عشان نستفيد منها ونحقق منها علاج مثلاً لمرضى الملاريا. مشروعي عن تنظيم الجينات في الملاريا، ومو في جسم هو تنظيم في الدم في جسم الإنسان، بس الجينات هي فقط في الملاريا، فما نأثر على جسم الإنسان بس فقط نأثر على الملاريا عشان نعالجه ونخليه ما ينتشر في دم الإنسان بسهولة. هذا المشروع مهم بالنسبة لي لأن في مناطق في السعودية في المملكة فيها ملاريا، يعني الآن مو بشكل خطير مثلا الأحساء أو جازان، بس لأن في منطقة حارة ممكن أن يعني ينتشر بسهولة. المهم أن نكون جاهزين عشان نقدر نقاوم هذا الشيء ونقدر نعالج أي أحد عنده يعني مرض بشكل خطير. أولاً يعني أبغى أشكر دكتور أرنب هين ودكتور آمت اللي من جامعة كاوس لأنهم دعموني في هذا المشروع وساعدوني في فهم يعني الجهة البيولوجية في هذا المشروع. أبغى أشكر عائلتي، يعني أمي وأبوي وأخوي كيف يعني دعموني وساعدوني عشان أحقق هذا الشيء. جامعة كاوست لأنهم دعموني في هذا المشروع ويعني علموني ويعني ساعدوني عشان أحقق هذا الشيء، يعني بدون هذا الدعم ممكن يعني ما وصلت هذه المرحلة. الحمد لله أن اختاروني من 146,000 طالب وصرت من 40 الآن، وهذا كله بدعم عائلتي وبدعم الدكتور آمت ودكتور أرنب هين اللي من كاوست اللي ساعدوني وحفزوني على يعني تكملة هذا المشروع، وبهذه الطريقة يعني وصلت إلى هذه المرحلة من المشروع الآن.